الحالة لتكون كثير مبسوطة. مبسوطة. طيب شباب انا رح اقول لكم باي هلا. جود لك لبعدين بكره ولا البرايم استنوا مشكله. يلا انا بشوفكم بهاليومين كرمال نضبط امي قلت لي ما شفتها. اوكي وصلت سلم تعليق بالحق. يلا قولوا باي للشباب جايين كلهم. اوكي باي باي باي. قلت لهم رد بالي الكنديه ويزيهم العرق خاطر انت اقل حاجه اقل حاجه تعمل منها مشكله اقل حاجه. وانا كي قلت لك راني اسال استاذ طارق. حدا منكم يزعل من اسال مدام كلوديا اسال جريتا قد ما فيكم والله قد ما فيكم تعرف جريتا زبط. يلا بارك بارك عيب تحكي فيه من الوجه حكيت فيه حاسه حلوه انا عارف انه تصميمي دائما رائع. يا اخي انا نسيت. طيب راح لما يجوا راح اقول لهم. ما تقولي لهم اذا قلت لهم مش اكبر. وانت تذكر روحك شو قلت لي؟ قلت لي ليليا واش قلت له استاذ طارق؟ قال لي مني ومنك. قلت لي واش قلت لا ما مظلومه. خذ لي ليش خذ لي الكادو نور خلي زنا زنا طعم قلبك انت قولي ايه الله يخليك. لا اسمعوني اسمعوني كنت اقول حاجه بكري قلت هيك كنت مقرره باش نحكي مع رنا خاطر احنا قبل ما نخرجوا في بالي عملنا جلسه تصالح مش هكا مفروض بس كل غلطة في حق بعضها كلنا غلطنا في بعضنا وما صار شيء وما نعرفوش على ربي يغدش مخبي كيما توفى الله يرحمه رامي الشمالي ينجم تصير أي حاجة لينا نحن يا ودي فوق يا ويجي نهار ونندموا كلنا على الحاجات اللي كنا سو صفي لبن يا زفتنتي انا قلت لك على فكرتي تيلي لا قطع صوت حريتك خليني خليني نفض الحكايه معاه هذا السيد هدايا هدايا انت جبتي هدايا ولا لا شو اللي انا شايف ما قلت لك مني انا وياك هدايا ولا دادا بالله اسمع نحكي معاه ما قلت مني انا وياك بعدين نحكي نناقش في الموضوع تفضل يا شو يا رنا شو نحكي مع الفانس يس يس يلا على يلا على لا مش ليفينج مش ليفينج شو كل شيء يلا تعال اي ما انت هالتي القصه مش وجوه بتوصل على الموت بتوصل على الحر ايوه لوين طب لسه بدين الجيم هنكمل الجيم
لسه بسنة طلعت البست ده ليه؟ ظبطت الجيم على جوكر ولا يحفظها الطابخ. شو بقى انت؟ راح اقول ده تصحيح. خلص الصلاه عليك. الله يرضى عليك. ميمي ولا سحب؟ صاحبي يتحداني. اسمع اسمع ميمي ولا سحب؟ يا زكي سحر ولا سحب؟ حر ولا شوب؟ حر ولا شوب؟ حر ولا سحب؟ شوب ولا فوق؟ حر ولا شوب؟ شوب ولا